اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جه معانا مع فقره مهمه جدا وهي فقره ترند اونلاين، ومن خلالها هنروح سريعا لجنوب افريقيا عبر سكايب مع السيد تشيبانج ملواني، صحفي في جريده كيك اوف الجنوب افريقيه. تشيبانج برحب بيك، منورنا ومشرفنا على شاشه قناه الاهلي. أشكر لحضراتكم استضافتي على شاشة الأهلي. في البداية عايز أتكلم معاك عن حجم المتابعة في جنوب أفريقيا للنادي الأهلي، وتحديدا بعد تعاقد النادي الأهلي مع مستر بيتسو موسيماني. أوصف لي حجم المتابعة للنادي عامل إزاي دلوقتي؟ إن متابعة الأهلي الآن هي كبيرة في جنوب أفريقيا، كانت من قبل كبيرة ولكنها ازدادت شديدا منذ أن انضم موسيماني إلى صفوف الأهلي، وأصبح العديد من الناس ينظرون إلى الأهلي بحب وشغف إلى الحصول على المعلومات سواء خلال من الإنترنت أو اللايف ستريم، وهو ما قمنا به أيضا أثناء نهاية أفريقيا، وكن شاهدنا المباراة أمام الزمالك والنهائي بكل الحب وكل الشغف لفوز الأهلي في جنوب أفريقيا، لأن بيتسو موسيماني هو أفضل مدرب ساوث جنوب أفريقي، والأهلي هو فريق كبير بالنسبة لنا وقريب لقلوبنا، وبالتالي حين خرج مثل هذا المدرب المحبوب لدينا وانضم إلى صفوف هذا النادي الكبير، كان بالتالي الشغف كبير والرغبة في الحصول على المعلومات والدخول على السوشيال ميديا والجرائد والرغبة عامة في العلم أكثر عن الأهلي وعن إنجازاته. ومنذ انضمام بوتسي موسيماني أصبح الأهلي أقرب لنا وأقرب إلى قلوبنا، أصبح فريقنا. تمام، طيب كيف يقيم الإعلام في جنوب أفريقيا انطلاقة موسيماني مع الأهلي حتى الآن، وخصوصا أن هو قدر في وقت قصير جدا يحقق بطولتين مهمين جدا مع الفريق؟ ما حدث على وسائل الإعلام هو يعني اهتمام كبير، ولكنها لم تكن يعني في الوقت ذاته مفاجأة، لأننا نعلم من هو بوتسي موسيماني ونعلم كم هو جيد كمدرب حين كان يقود فريق السان داونز وحقق له العديد من الألقاب على مدار سنوات. وحين ترك سان داونز يعني وترك خلفه سان داونز وبعدما حصل على كل هذه الألقاب والمسابقات في خاصة تلك في 2016، كان بالتالي أثره الذي تركه على فريقه أثر كبير، وهو كان دائما قادر على أن يحيط نفسه بالمساعدين وبالناس المطلوبة، وبالتالي لم تكن مفاجأة لنا أن يكون حقق كل هذه البطولات في تاريخه وما حققه في هذا الزمن القصير مع الفريق الكبير الفريق الأهلي. كان أمر متوقع بالنسبة للإعلام في جنوب أفريقيا أن موسيماني يكون بالمستوى الجيد ده حتى الآن مع النادي الأهلي، وهل كمان متوقعين المزيد والمزيد بإذن الله من الألقاب في مسيرة المدرب مع فريق النادي الأهلي؟ نعم، كنا نتوقع النجاح لكوتش بيتسو، لأنه دائما ما يضع أهدافه بطريقة منمقة، وهو دائما يرغب في الأحسن والأفضل ويود أن يكون دائما
فريقه هو الأفضل وأن يتنافس مع أفضل النوادي خاصة على القارة الأفريقية. وبالتالي ما كنا نتوقعه له أنه سوف يكون بذلك، ونحن ما زلنا متأكدين أننا لدينا العديد والعديد لنشاهده من النجاحات، خاصة وأنه انضم إلى مثل القلعة الحمراء وهي نادرة كنادي، وأن يقوم بتحقيق العديد من الألقاب، وهو كمدرب يود ولديه الإمكانية والحس في كيفية أن اختيار اللاعبين وكيفية تدريبهم، وكذلك فريقه المساعد كلهم يعملون بطريقة منمقة وقائمة على التحليلات الصائبة. وبالتالي نحن نأمل أن للأهلي أن يفوز باللقب المحلي ثانيا وثالثا، لأننا نعلم أن لدى الأهلي ما يجب حتى يحقق مثل هذه الألقاب، وثانيا لديه الآن مدرب قوي، ونحن نعلم أي نوعية من المدربين هو، وكذلك ما هي الستاندردز الذي يتبعها كمدرب. أنا بشكرك شكرا جزيلا. صحفي بجريدة كيك أوف الجنوب أفريقيا كان معانا عبر السكايب، واتكلمنا معاه في بعض الأمور الهامة جدا اللي بتتعلق بموسيماني وتقييم الإعلام الجنوب أفريقي لمدرب النادي الأهلي. هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل. يلا.